أعلنت باريس أن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر خلال هذا الأسبوع بعد خلاف مع قيادة الانقلاب العسكري الحاكم في البلاد. قالت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها في القاعدة العسكرية بالنيجر ستبدأ عملية الانسحاب هذا الأسبوع بطريقة آمنة وبالتنسيق مع النيجريين، وذلك بعد أسبوع من عودة سفير فرنسا في نيامي إلى بلاده تحت ضغط من النظام الجديد. وللمزيد معنا من باريس مراسلنا شوقي أمين. شوقي، إذن القوات الفرنسية ستبدأ الانسحاب من النيجر خلال هذا الأسبوع، ماذا لديك من معطيات وآخر التصريحات بهذا الخصوص؟ صباح الخير سرمد. هو في الحقيقة هذا هو بيان لوزارة الجيوش الفرنسية. البيان يتحدث فعلا عن بداية الانسحاب القوات العسكرية الموجودة في النيجر بعد تأزم العلاقة بين نيامي وباريس. نتحدث سرمد عن 1500 عنصر من القوات الفرنسية متوزعة على ثلاث قواعد عسكرية في النيجر: قاعدة في نيامي، وقاعدة في أولام شمالي نيامي، وفي أرويو على الحدود مع مالي. هي عملية معقدة جدا، تتطلب في الحقيقة مراحل لتأمين عملية الانسحاب. تخشى باريس عمليا من أن تستهدف هذه القوات من قبل الجماعات المتشددة أو أن يستولى على معدتها الدقيقة. نتحدث عن مسيرات، عن معدات في غاية الدقة ومعدات ذات تكنولوجيا عالية. هذا في الحقيقة مأزق كبير بالنسبة لفرنسا عمليا، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تأمين هذه العملية إلا من خلال التعاون مع البلدان المجاورة مع أيضا المجلس العسكري في نيجر وربما تشاد. لا يمكن أن نتنبأ عن مسار هذا الانسحاب لأنها يعني ملفوفة في الحقيقة بسرية تامة، وذلك أيضا في بتنسيق مع المجلس العسكري في نيجر. عن التصريحات سرمد، كانت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية يوم أمس في مساءلة أمام الكتل النيابية هنا في الجمعية الوطنية أي البرلمان، تحدثت عن هذه الجزئية باستفاضة خاصة في تأزم العلاقة بين باريس والنيجر، وقالت بأن عملية الانسحاب فعلا ستحدث ثغرة أمنية كبيرة وستمكن. نعم. أعتذر منك شوقي، سوف أشكرك هنا، نكتفي بهذا القدر من المعلومات. أشكرك، أعتذر.